انتهت حلقتنا مع الفارسات واللواتي يعتبرن ملح سباقات القدرة. فبدونهن ستختفي الأحداث المثيرة والمنافسات الكبيرة التي دائما ما نراها في منافسات الفارسات. وصلنا إلى الختام، نلقاكم غدا مع حلقة جديدة من برنامج الفرسان. يا عاشق الخيل وسلايلها تأمل، أمس من خيالها محمد ودار الحي هي عنوانها. الصبنات اللي على الأول من اللهفة تعل، ما هو غريب المركز الأول على فرسانها. يا عاشق الخيل وسلايلها تأمل أمس فن خيالها محمد والدار الحي هي عنوانها. الصافنات اللي على الأول من اللهفة تعن، وهو غريب المركز الأول على فرسانها. يا عاشق الخيل وسلايلها تأمل مسفن خيالها محمد والدار الحي هي عنوانها. الصافنات اللي على الأول من اللهفة تعن، وهو غريب المركز الأول على فرسانها. تقدح حوافرها شرار ونار لي من روحا، تشبه بروق تشتعل والنصر غيث أمزانها. يوم اللي زدلي شفتها تقول فوق الخيل جن، بتمزاح جوامحها وزود جنانها. يا عاشق الخيل وسلايلها تأمل أمس بن خيالها محمد ودار الحي هي عنوانها. الصفنات اللي على الأول من اللهفة تعن، ما هو غريب المركز الأول على مو راشد.